ينضم إلينا من عمان محلل الأول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن أسعار العملات والتطورات في أسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. إذن يقترب موعد الفيدرالي الأمريكي وبالتالي تقترب وتكثر التوقعات فيما يتعلق بأسعار الفائدة، لكن لاحظنا يعني خلال بداية تعاملات جلسة اليوم حالة من ارتفاع شهية المخاطرة أثرت على الملاذات الآمنة من العملات، هل نتوقع أيضا المزيد من التراجعات لهذه العملات؟ نهاركم سعيد. تراجع الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي، فالدولار الأمريكي يعتبر أحد عملات الملاذ الآمن، خصوصا ونحن حاليا نستقبل نتائج أعمال كبرى الشركات الأمريكية. الدولار الأمريكي رغم انخفاضه إلا أنه ما زال قريب من أعلى مستويات تحققت الأسبوع الماضي، والتي هي أعلى مستويات للدولار مقابل سلة العملات منذ عام 2002. نعم. الآن المتداولون يتوقعون بالفعل أن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ب 75 نقطة أساس، بل إن هنالك من يتوقع ولا يستبعد رفع الفائدة ب 100 نقطة أساس للحد من ارتفاع التضخم. لكن على المدى الأبعد أصبح المتداولون أقل تخوفا من أن يكون الفيدرالي متشدد بشكل زائد عن الحد، فالتوقعات الآن هدأت نوعا ما في الأسواق المالية بفعل الاعتقاد بأن الفيدرالي قد يكون أكثر عقلانية برفعه للفائدة وسيبدأ بمراقبة النمو ابتداء من شهر سبتمبر المقبل. بالعودة إلى العملات التي تعتبر ملاذات آمنة، فالدولار الأمريكي أحدها، وكذلك الين الياباني واحد من عملات الملاذ الآمن، لكن توقعات أن يثبت بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع الفائدة عند النطاق السلبي بعشر نقطة مئوية بالسالب، هذا ما يبقي الضعف النسبي على الين الياباني أمام الدولار، وهذا أيضا ينطبق نوعا ما على الفرنك السويسري، إلا أن الفرنك السويسري يشهد بين الحين والآخر بعض الطلب الإيجابي كملاذ آمن، وكذلك بسبب توقعات أن يستمر البنك الوطني السويسري برفع الفائدة بعد مفاجأة رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس مؤخرا، والتي اتخذها على غير ما هو متوقع في الأسواق المالية. نعم سركيس، يعني بالعودة إلى قرار الفيدرالي الأمريكي المتوقع، الحديث عن 75 نقطة أساس وبعض يعني النسب تقول 100 نقطة أساس، أيهما أقرب إلى التطبيق في ظل معدلات التضخم الحالية والمسجلة في الولايات المتحدة؟ وماذا عن عدد مرات رفع أسعار الفائدة التي كان قد تحدث عنها الفيدرالي الأمريكي خلال المحاضر السابقة؟ هل بقيت يعني كما هي؟ هل هناك توقعات عن عدد مرات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة؟ الآن بالنسبة لرفع الفائدة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالفعل من المتوقع أن نشهد الأسبوع المقبل رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس، يتبعها شهر سبتمبر أيضا رفع آخر بالفائدة. ما يهمنا حاليا هو سعر الفائدة المتوقع في اجتماع الرابع عشر من شهر كانون الأول المقبل ديسمبر، حيث أن التوقعات حاليا تشير في الأسواق المالية وبحسب CME Group تشير إلى أن الفيدرالي قد يرفع الفائدة إلى 3.75%، فهذا النطاق أصبح الآن متوقع بالفعل ليشير إلى احتمالات استمرار الفيدرالي برفع الفائدة في كل اجتماع مقبل. لكن حجم رفع الفائدة، كانت الأسواق لا تستبعد أن تصل أسعار الفائدة نهاية هذه السنة إلى 4% أو حتى أكثر، لكن الآن بدأ المتداولون يراقبون احتمالات الضعف الاقتصادي، فرغم الارتفاع الهائل في معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الفيدرالي الأمريكي قد يكون مجبر للبدء بمراقبة التباطؤ الاقتصادي. يوم أمس كان عندنا بعض البيانات التي صدرت من الشركات والتي أظهرت تباطؤ فعلي وفي أعمال الشركات، وهذه تعتبر إشارة مسبقة عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، فالفيدرالي سيستمر على الأرجح برفع الفائدة إلى 3.5% مع نهاية هذه السنة، لكن هذا المعدل أقل نوعا ما مما كانت تخشى الأسواق المالية. نعم، إذن في ظل هذه المعطيات فيما يتعلق باليورو، هل سنراه أسفل نقطة التعادل لفترة طويلة يعني هي كتوقعات، أم سيرتفع في ظل القرار المتوقع من المركزي الأوروبي ب 25 نقطة أساس؟ الآن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل من المرجح أن يقوم برفع الفائدة بالفعل 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى أنه سيرفع الفائدة 50 نقطة أساس شهر سبتمبر المقبل. لكن تتابع الأسواق المالية احتمالات أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن أدوات جديدة موجهة لأسواق السندات المتعثرة. أسواق السندات في منطقة اليورو هنالك تباعد واضح في تكاليف الاقتراض الحكومية ما بين دولة وأخرى،
فنلاحظ أن تكاليف الاقتراض لحكومة ألمانيا على سبيل المثال أقل كثيرا من تكاليف الاقتراض في دول مثل إيطاليا. وأعتقد شخصيا بأن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ بالإعلان عن أدوات جديدة للتحكم أكثر في فروقات عوائد السندات. إلى جانب ذلك قد يراعي البنك المركزي الأوروبي في الأدوات التي سوف على الأرجح سوف يتكلم عنها في اجتماعه يوم الخميس في أن يتخذ إجراءات للحد من تأثيرات التباطؤ واحتمالات الركود الاقتصادي في منطقة اليورو. بالتالي اليورو ربما سيرتفع بشكل محدود، لكن على المدى الأبعد نقطة التعادل، وما دون نقطة التعادل مرجحة بالفعل، لأن المركزي الأوروبي قد لا يستطيع اللحاق بالفدرالي الأمريكي هذه السنة في سرعة رفع الفائدة، خصوصا ونحن نرى الآن حقيقة دخول اقتصاد منطقة اليورو بالركود الاقتصادي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل.